خليني اقول لك كده في اول الحلقه ان من اهم المشاكل او اكتر الحاجات الواحد بيواجهها كصانع محتوى او بيصور فيديوهات لليوتيوب او غير اليوتيوب وبيستخدم كاميرا ما فيهاش فليب اوت سكرين هي الشاشه. كتير مننا او اي حد بيتفرج عليا بيعمل فيديوهات او حاجات زي كده اكيد وقع في فكره ان هو كان بيسجل فيديو وبعد ما خلص اكتشف ان الفيديو مش معمول له ريكورد. ده كله ليه؟ عشان هو ما فيش شاشه قدامه بتقول اذا كان الفيديو ده بيتعمل له ريكورد ولا فاصل ولا ايه بالظبط. فالحل الوحيد ان انت تغير الكاميرا او ان انت تجيب اكسترنال مونيتور، ولكن برضه معظم المونيتورز دي مش بتقدر تتحكم في اي اعدادات من الكاميرا، هي بتبقى مجرد شاشه بتعرض اللي هي بتشوفه. بس ده مش هيكون الكلام على الشاشه اللي معانا النهارده وهي شاشه بورتكيز LH5P. وقبل ما نبدا المراجعه يا ريت ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وبعد ما نخلص الفيديو سيب لي رايك في الكومنتات. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده الشاشه بتيجي في علبه من البلاستيك، بيجي معاها وصلات من مايكرو يو اس بي وانتنا وباور كورد كيبل ويو اس بي دونجل عشان لو عايز تعمل فريم وير ابديت للشاشه بتاعتك او حتى تنزل عليها لوتس وكلر جريدنج للفيديوهات اللي انت بتصورها. الشاشه كلها مصنوعه من الالومنيوم والماتيريال بتاعتها حلوه قوي ومقاسها 5.5 انش بريزوليوشن فول اتش دي اللي هو 1920x1080. المميز جدا في الشاشه دي هو البرايتنس، البرايتنس بتاعها 1700 نتس، يعني لو انت بتصور في الشمس غالبا مش هتلاقي اي مشكله، وكمان بتيجي بكلر ديبس 10 بت، يعني الوان اكوريت ونظيفه جدا هتشوفها في الشاشه. وزنها خفيف جدا حوالي 250 جرام وبتشتغل ببطاريات سوني عادي. في ظهر الشاشه هتلاقي مروحه علشان السخونه بتاعت الشاشه اللي هي غالبا ما بتسخنش، وانا مش بسمع خالص صوت المروحه. هتلاقي مدخل ومخرج اتش دي ام اي ومدخل هيدفون وكمان مدخل اليو اس بي عشان لو في ابديت زي ما قلت لك او عايز تنزل لودز او حاجه زي كده. الشاشه بتيجي باربع زراير تقدر تكستمايز عليهم اي مهمه، اول ما بتدوس على الزرار ده الشاشه بتعملها، وفي اربع زراير تانيين تقدر تتحكم منهم في المنيو بتاع الشاشه. طيب السؤال هنا، هي الشاشه دي ايه المميز فيها وايه الفيتشر اللي تخليني اروح لها؟ اقول لك انا بقى. اولا الشاشه كلها تاتش سكرين، تقدر تتحكم ريموتلي في كل السيتنج بتاعت الكاميرا من استخدام الشاشه، يعني تقدر تبدا الريكورد او توقفه، وتقدر تتحكم في الشاتر سبيد، الايزو، الوايت بالانس، كل ده باستخدام الشاشه من غير ما تروح للكاميرا، يعني تحكم كامل في السيتنج. ده غير ان التحكم اصلا كمان سهل، مجرد ما تعمل سواب من يمين او من شمال بيظهر لك المنيوز المختلفه اللي تقدر تتحكم فيها في كل حاجه في الشاشه. ده غير كمان السكرين فيها اوبشنز كتير زي الويفز والفولس كولر والفوكس بيكنج وحاجات تانية كتير تقدر تستخدمها في الشاشه عشان تطلع لك فيديو بشكل احسن. سعر المونيتور دي تقريبا على امازون 400 دولار، انا شايف ان سعرها مش غالي قوي وانا شايف ان هي كويسه، ولكن من الحاجات اللي مضايقاني هو شكل المنيو اللي موجود في السكرين وطريقه النقل ما بينهم، محتاجين يعملوا ابديت للفريم وير يخليه شكله احسن شويه. تاني حاجه احساس التاتش بتاع الشاشه دي مش احسن حاجه الصراحه، حاسس ان هي شاشه موبايل قديم جدا اول ما اخترعوا التاتش وحطوها في السكرين دي، فلو هيعملوا فيرجنز جديده للشاشه دي فاكيد لازم يهتموا بحاجه زي دي. كنت اتمنى ان يكون في مكان للاكسترنال هارد عشان اقدر اصور عليه بدون الاحتياج لاي ميموري كارد محطوط في الكاميرا، ولكن اوفر اول على سعر الشاشه ومواصفاتها فانا كواحد صانع محتوى انا يعني انا حاططها اهو بصور بيها كويسه جدا وهي على طول بقيت بستخدمها الصراحه. بس كده اتمنى تكون عجبتك الحلقه، لينك المونيتور هتلاقيه في الديسكربشن. لو عجبتك الحلقه لايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتات واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. سلام.